بسم الله. درس المتجهات للسنة الثانية إعدادي، الحصة الثانية. إذا الآن غادي نكتبوا الدرس ديال المتجهات في هذه الحصة الثانية، ولكن لو بتتابع معي هذه الحصة ضروري تكون شفتي معي الحصة الأولى اللي هي عبارة عن أنشطة تمهيدية لهذه الحصة، وناقشنا خلالها المنحى وعرفنا بما هو المنحى، المنحى على مستقيم والمنحى على متوازيين، وقبل ذلك عرفنا باتجاه مستقيم أو المستقيمات التي لها نفس الاتجاه، وكذلك تحدثنا عن مستقيمين لهما نفس الاتجاه. إذن ناقشنا باختصار في الحصة الماضية الاتجاه، مفهوم الاتجاه ومفهوم المنحى. دركا بغينا نكتبوا الدرس، متفقين؟ لأن هذه الأمور اللي غادي نكتب الآن سبق وأن ناقشناها في الأنشطة السابقة اتباعا للحصة الأولى. إذن غتاخد دفتر الدروس الآن وتكتب عنوان الدرس اللي هو المتجهات. أولا كبيرة، المستقيمات المتوازية والاتجاه. نعتبر الشكل التالي، هذا الشكل راه سبق لينا قبل به في الحصة الماضية. عندنا المستقيم دلتا واحد، ثم المستقيم دلتا اثنان الذي يوازيه، ثم المستقيم دلتا ثلاثة الذي يوازي كل من دلتا واحد ودلتا اثنان، ثم أنشأنا مستقيما دلتا أربعة يقطعها. وقلنا سابقا أن المستقيمات دلتا واحد ودلتا اثنان ودلتا ثلاثة كيف هي؟ بفعل هذه المستقيمات متوازية، ونقول إن لها نفس الاتجاه. إذا كما ترى هذه المستقيمات متوازية فيما بينها، واضح؟ ونقول إن لها نفس الاتجاه، نفس الاتجاه، اكتبها بلون أحمر نظرا لأهميتها. المستقيمات دلتا واحد ودلتا اثنان ودلتا ثلاثة وأخيرا دلتا أربعة، هل هي متوازية فيما بينها؟ بطبيعة الحال لا، هذه المستقيمات الأربعة غير متوازية فيما بينها، بالرغم من أن دلتا واحد ودلتا اثنان ودلتا ثلاثة متوازية فيما بينها، ولكن إذا تكلمنا عليها بأربعة طبعا الحال هي غير متوازية فيما بينها، ونقول إن ليس لها نفس الاتجاه. نعتبر دي مستقيما من المستوى، جميع المستقيمات الموازية للدي تسمى كما ذكرنا في الحصة الماضية تسمى اتجاه المستقيم دي. إذن اتجاه مستقيم دي هو جميع المستقيمات الموازية له، ويمكن أن ننشئ ما شئنا من المستقيمات الموازية لمستقيم دي، وهذا أمر تعرضنا إليه في الأنشطة السابقة، نعود نذكرك بهذا الأمر. ليكن دي أولى مستقيما موازيا لدي، جميع المستقيمات الموازية لأحدهما هي نفس المستقيمات الموازية للآخر، إذن لهما نفس الاتجاه. المستقيمان دي والدي أولى لهما نفس الاتجاه بكل بساطة، لأن جميع المستقيمات التي توازي الدي هي نفس المستقيمات التي توازي الدي أولى، واضح؟ باختصار هادشي اللي غتاخد باختصار، مستقيمان متوازيان دي يوازي الدي أولى يعني لهما نفس الاتجاه، هكذا يعني الدي والدي أولى لهما نفس الاتجاه. تقين رد البال هاد القاعدة مهمة جدا، يمكن لك تختصر الاتجاه في التوازي بجملة بسيطة على هذا النحو، مستقيمان متوازيان يعني مستقيمان لهما نفس الاتجاه. نتابع.
الآن غادي نتعرفوا على المنحة. نكتبوا المنحة على مستقيم، المنحة على متوازيين. ناقشنا أيضا في الحصة الماضية مفهوم المنحة. نعتبر D مستقيما و A و B نقطتين مختلفتين من المستوى. نشوفوا الشكل، غادي نوضع واحد المستقيم ثم نقطتين A و B. المستقيم D هو هذا و A و B نقطتين تنتميان إليه. النقطتان A و B تحددان على المستقيم D كما ذكرنا في الحصة الماضية وجهتين مختلفتين، الوجهة الأولى من A نحو B والوجهة الثانية من B نحو A. نكتب هذه المعلومة، النقطتان A و B تحددان على المستقيم D وجهتين مختلفتين، الأولى من A نحو B هي ممثلتها باللون الأحمر، والأخرى من B نحو A ممثلة باللون الأحمر، وكل منهما تسمى منحة. المنحة A نحو B، المنحة A نحو B نرمز له بهذا الرمز هكذا، نضع A وسهم صغير ثم B، ونقصد بذلك المنحة A نحو B، المنحة A نحو B. نتابع. المنحة الآخر اللي هو B نحو A نرمز له هكذا، B سهم A هكذا، B سهم صغير A. المنحيان A نحو B و B نحو A كيف هما؟ نعم متعاكسان، هذا المصطلح رأيناه في الحصة الماضية. المنحيان A نحو B و B نحو A متعاكسان. نعتبر الآن ABCD متوازي الأضلاع من المستوى و M نقطة من نصف المستقيم الذي أصله A والمار من B، و N نقطة من نصف المستقيم الذي أصله D والمار من C. نشوف الشكل، ها هو إذن كما ترى عندنا هنا ABCD متوازي الأضلاع ثم M نقطة من نصف المستقيم AB. هنا أنا وضعتها هنا، يمكن نوضعها هنا ولا هنا ولا خارج القطعة AB من جهة B، المهم أن تكون منتمية إلى نصف المستقيم AB. و N نقطة من نصف المستقيم DC وضعتها في هذا المكان، يمكن لي أن نوضعها في أماكن أخرى على نصف المستقيم DC في أي مكان أشاء. المنحة A نحو M هو نفس المنحة D نحو C. المنحة A نحو M أو الوجهة A نحو M هي نفس الوجهة من D نحو C. المنحة C نحو N هو نفس المنحة A نحو B. المنحة C نحو N هو نفس المنحة A نحو B. المنحيان التي نطلع عليك خوما الشوف على الشاشة، هاهي المنحيان A نحو B و C نحو D متعاكسان، أو المنحيان A نحو B و C نحو D متعاكسان بالرغم من أن النقاط ليست على نفس المستقيم، ومع ذلك يمكن أن نتحدث عن المنحيين المتعاكسين هكذا. ولكن كلما كان لدينا ABCD متوازي الأضلاع يعني شكل من هذا النوع الذي تراه أمامك. نتابع. الآن نعرفه بالمتجه، تعريف متجه. نعتبر AB مستقيما و M نقطة من المستوى، وننشئ نقطة N بحيث دركا نرجعوا لبداية النشاط السابق الذي بدأنا به الدرس في الحصة الأولى، وكنا طرحنا واحد المشكل، قلنا إلى عندنا واحد نقطة M وأردنا أن ننشئ نقطة أخرى N بحيث تستجيب لشروط معينة، فهل بإمكاننا رسم نفس الوضعية في ورقتنا؟
أي جميع التلاميذ يحصلوا على النقطة إن في نفس المكان. الآن غادي نجاوبوا على هذا السؤال بعد تعرفنا على مفهوم المنحة ومفهوم الاتجاه. نشوفوا هاد الشروط اللي غادي نوضعها. كما ترى ثلاث نقاط أي ثلاث شروط. نعتبر AB مستقيما وM نقطة من المستوى وننشئ نقطة N بحيث تستجيب للثلاث شروط اللي وضعتنا. الشرط الأولى هو تكون المسافة MN تساوي المسافة AB. والشرط الثاني يكون المستقيم MN والمستقيم AB لهما نفس الاتجاه. ماذا نقصد بالاتجاه؟ نعاودكم ماذا نقصد بالاتجاه بين المستقيمين MN وAB. نعم، نقصد بذلك التوازي زين بين AB وMN. ثم المنحة M نحو N هو نفس المنحة A نحو B. إذن كما ترى هنا وضعت ثلاث شروط أساسية لتمثيل النقطة N. بطبيعة الحال المستقيم AB غادي يكون أصلا مرسوم مع النقطة M. نشوفوا الشكل هو. إذن هو الشكل ديالنا ان هنا المستقيم AB ثم M نقطة من المستوى. كما ترى هنا انشأنا النقطة N بحيث المسافة MN تساوي المسافة AB. لاحظ المسافة AB تساوي المسافة MN. ثم AB و MN لهما نفس الاتجاه، اي المستقيمان MN و AB لهما نفس الاتجاه. ثم المنحة M نحو N، شوف لاحظ هنا المنحة M نحو N هو نفس المنحة A نحو B. يلا السؤال اللي غادي نوضع لك الآن، هل هناك وضعية أخرى للنقطة N في هذا الشكل تختلف عن هذا المكان الذي وضعته فيه N بحيث تستجيب للشروط الثلاث التي عندنا هنا؟ زين، بطبيعة لا، هذا هو المكان الوحيد للنقطة N التي يحقق شروط الثلاث التي ذكرنا الآن. والشرط الأول هو شرط المسافة، والشرط الثاني هو شرط الاتجاه، والشرط الثالث هو شرط المنحة. إذا تحققت هذه الشروط الثلاث تكون N نقطة وحيدة في المستوى بحيث المسافة MN تساوي المسافة AB و MN و AB لهما نفس الاتجاه، والمنحة M نحو N هو نفس المنحة A نحو B. إذن ما كاينش نقطة أخرى خلافا لهذه النقطة N. وهكذا إذا وضعنا هذه الشروط لكل تلميذ في القسم وأعطيناه مستقيما AB ونقطة M في المستوى فالجميع سيحصلون على النقطة N في نفس المكان، وهذا كنا نريده منذ البداية. أن يحصل التلاميذ على النقطة N في نفس المكان إذا أعطيناهم شروطا واضحة لتحقيق ذلك. وهذه الشروط كما ترى هي هذه التي أمامك. نعودها: شرط المسافة، ثم شرط الاتجاه، وأخيرا شرط المنحة. نتابع. نحن نشنا الشكل هنا. N كما ذكرنا هي النقطة الوحيدة من المستوى التي تحقق الشروط الثلاث السابقة. إذن هذه المسافة AB واتجاه المستقيم AB والمنحة A نحو B، هذه الشروط أو هذه العناصر مجتمعة معا تكون مفهوما جديدا في الرياضيات. هذا المفهوم الجديد يسمى متجهة. هي كتبتها بلون أحمر. أعيد: المسافة AB واتجاه المستقيم AB والمنحة A نحو B، هذه العناصر أو الشروط مجتمعة، يعني اجتمعت هذه الشروط الثلاث اللي هي شرط المسافة والاتجاه والمنحة، بها بثلاثة غادي نكون واحد المفهوم جديد في الرياضيات. هذا المفهوم الجديد اللي غادي نسميه متجهة. وهذه المتجهة عندها واحد الكتابة رياضية أو رمز رياضي، ونرمز لها ب، تنضع المسافة AB أو A بجانبها ب، بحال بنكتب المسافة AB ثم فوقها سهم.
ونقرأها المتجهة AB هكذا، المتجهة AB. إذا من الآن فصاعدا هذه الكتابة تقرأ المتجهة AB. لا تنسى هذا السهم فوقها، دائما يكتب بهذه الطريقة، لا يغير هذه الطريقة. هذه المتجهة اللي سميناها المتجهة AB عندها تمثيل في المستوى، نمثلها في المستوى بواسطة سهم، وهي ممثلة في المستوى بواسطة سهم. نشوفوا كيف يتم ذلك. كما يلي: تنوضع النقطة A بجانبها، ثم النقطة B هكذا، ليس بجانبها، أي نقطة B من المستوى، ثم نربطهما بواسطة سهم. هذا السهم ينطلق من A ويصل إلى النقطة B هكذا، بهذا الشكل الذي تراه هنا، ثم نكتب فوقها المتجهة AB. النقطة A كما ذكرنا، أو يمكن أن نعرف ذلك الآن، النقطة A تسمى أصل المتجهة AB. أعيد، النقطة A تسمى أصل المتجهة AB، ها هي. والنقطة B تسمى طرفها. إذا المتجهة عندها أصل وعندها طرف. السهم الذي عندنا ينطلق من الأصل ويصل إلى الطرف على هذا النحو، متفقين؟ المسافة AB من الأنف صاعدا تسمى منضم المتجهة AB. ما بقيش غادي نقولوا المسافة AB، غادي نقولوا منضم المتجهة AB، متفقين؟ أو معيار المتجهة AB. إن عندنا جوج الأسماء، إما أن نقول منضم المتجهة AB أو معيارها، ولكن إحنا غادي نستعمل غالبا كلمة منضم المتجهة AB. أما كلمة معيار أو مصطلح المعيار سيستعمل في مادة الفيزياء أكثر مما هو عليه في الرياضية، هادشي غادي نشوفوه من بعد. اتجاه المستقيم AB اللي عرفنا سابقا، اتجاه المستقيم هو جميع المستقيمات الموازية له، لا تنسى ذلك. أعيد، اتجاه المستقيم وجميع المستقيمات الموازية له. اتجاه المستقيم AB يسمى اتجاه المتجهة AB. إذا اتجاه المتجهة AB هو اتجاه المستقيم AB. المنحى A نحو B يسمى منحى المتجهة AB. إذا المتجهة AB عندها منضم اللي هو المسافة بين أصلها وطرفها، أي المسافة AB. المتجهة AB لها اتجاه وهو اتجاه المستقيم AB. كذلك المتجهة AB لها منحى من A نحو B. خلاصة، كل متجهة يتم تحديدها بعناصر ثلاث، وهي المنضم كما ذكرنا، والاتجاه، والمنحى. إذا كما رأيت برز في الصورة التمرين التطبيقي، ولكن مازال ما غاديش نديرو التمرين التطبيقي حتى نكتب هذه الحالة الخاصة. ها هي حالة خاصة، هتجي هذه مباشرة بعد الخلاصة. نعتبر المتجهة AB، إذا كان A يساوي B فإن المسافة AB كما تعلم تساوي صفر، تقين؟ إذا كانت A منطبقة على النقطة B أو متطابقة مع النقطة B فإن المسافة بين A و B منعدمة، أي تساوي صفر. لذا نسمي المتجهة AB اللي كتبنا سابقا متجهة منعدمة، لذا نسميها متجهة منعدمة، أقصد بذلك المتجهة AB، ببساطة لأن منضمها منعدم، أو المسافة بين أصلها وطرفها تساوي صفر، هاي المسافة AB تساوي صفر. وهذه المتجهة المنعدمة عندها واحد الرمز ونرمز لها ب صفر فوقه سهم، ولكن غادي نقراوها المتجهة المنعدمة، ما غاديش نقراوها المتجهة صفر، إياك وأن تقول ذلك، ها؟ تقراوها المتجهة المنعدمة، واضح؟ المتجهة المنعدمة ليس لها اتجاه ولا منحى. هذه الحالة خاصة،
مهمه جدا. المتجهه المنعدمه ما تكونش عندها الاتجاه، ما نقدروش نقول اتجاه المتجهه AA هو المستقيم AA او اتجاه المستقيم AA. ها كذلك اذا قلنا المنحى من A نحو A، هل نفهم شيئا من ذلك؟ من A نحو A، اذن ليس له معنى. اذن باختصار المتجهه المنعدمه ليس لها اتجاه ولا منحى، واضح؟ دروك غنمروا للتمرين التطبيقي. نعتبر الشكل التالي، يلا نقول هذا الشكل في دفتر ديالك اللي تكتب فيه الدرس. نعتبر الشكل التالي، كما ترى وضعت مستقيما AB، ها هو النقطة E هنا والنقطة F هنا. أنشئ النقط M و N و B بحيث المستقيم EF و AB لهما نفس الاتجاه، والمنحى M نحو E هو نفس المنحى A نحو B، والمسافة EF تساوي المسافة AB. ثم المستقيم FN و AB لهما نفس الاتجاه، والمنحيان A نحو B و E نحو N، هنا أعتذر F نحو N، هذه نقطة F سأكتبها، هي صحتها. المستقيم FN والمستقيم AB لهما نفس الاتجاه، والمنحيان A نحو B و F نحو N متعاكسان، والمسافة FN تساوي المسافة AB. ثم أخيرا AB والمستقيم AB لهما نفس الاتجاه، والمنحى B نحو P هو نفس المنحى A نحو B، والمسافة PN تساوي المسافة AB. تقد هذه. إذن كما ذكرت المستقيمان AB و AB لهما نفس الاتجاه، والمنحى P نحو B أو B نحو B أعتذر، والمنحى B نحو B هو نفس المنحى A نحو B، والمستقيم BB أو المسافة BB تساوي المسافة AB. ثم بين أن B منتصف القطعة AB. يلا نقول هذه المعلومه اللي كتبت، المعلومات اللي كتبت في الاخر، حيت راه صلحت بعض الاخطاء، صحيت هنا واحد النقطه وصحيت هنا هذه النقطه، متفقين؟ ثم اضفت السؤال بين ان بي منتصف القطعه AB، متفقين؟ هذه هي المعلومات اللي خصك تنفذ، متفقين؟ اذا الجواب ديال التمرين غادي نشوفوه في الحصه المقبله بحول الله، ثم نتابع الدرس. هذا التمرين او هذه الحصه من الاعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفا مراكش. إلى اللقاء.